بيسبول ميكس اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم. باش نحكيو على ملاعب تعرفوا مليح انت سي علي الكعبي، نحكيو على قصي معشه. فرحنا برشا اليوم شفناه في قائمه هبطتها صحيفه الجارديان البريطانيه ضمن افضل 60 موهبه في العالم من مواليد عام 2007. تفاجئنا الحق بشيء هذا، لكن انت يبدو تعرفوا مليح الملاعب هذا. نعرفوا مليح بصفتي وظيفتي كمستشار وطني في الجامعه، اللاعب بالشبال كل نتاع النخبه. اللاعب هذا يلعب يعني اني ليد دروا غوشي قوي على الساق اليسار، ويدخل البينتري وفيزون دو جو كبيره، تكنيك انديفيديوال كبيره. خذا ماير جوار في اليوناف في الجزائر في مع 2007 و 2008، خذا ماير جوار وطلع كان موجود في الافكتيف نتاع الاسبيرونس اكبر مع في البريباراسيون دافون سيزون، لعب حتى ماتشات اميكو وموجود توا في الليست نتاع الاو 20 شهاب اللي باش تلعب التصفيات كاس افريقيا. ولهنا نقول لك ملابي عنده قيمه كبار، حكيت عليه وقت صار الافتتاح نتاع البرو شهاب مع طارق ثابت وقتها مازال هو موجود في الوحده، وطلعوه وعملوا له حتى ذول كونترا باش يستحفظوا عليه، خاطر ستان جوار كي تشوف انت توا جريده اجنبيه حطتهم الستين الاولانيين في العالم كملاعب كبير، نعتقد ان شاء الله يكون عنده كارير حاجه بركه. يلزم يستحفظ ونيفو مونتال، يلزم التوجيه، يلزم يجيريوه مليح في الترجي. سان جوار كي بوكو دو كاليتي كبيره وينجم يكون مستقبل كبير للكره التونسيه. اسلام نضيف حاجه مهمه جدا، هو عمليه احداث إدارة رياضية مش فنية في الاتحاد التونسي كرة قدم اللي كان واقف فيها سليم بن عثمان. هنا اسكو لي دوني تحكي عليهم علي الكلهم موجودين، وإلا مشاو مع سليم بن عثمان ومشاو مع علي الكعبي؟ اسكو عنا ان ديبارتمون؟ خاطر يلزم احداث الديبارتمون هذا كيما عندك انت سامحني، كان عندنا بلاتفورم في الديريكسيون تكنيك. فوالا فوالا باش نحكي لك نجاوبك. فوالا كان عندنا باش نحكي لك الحق، كانت عندنا ديريكسيون تكنيك، كان عندنا بلاتفورم نحطوا فيها لي دوني كل، لازم تبقى في بالك. كي مشى صغير زويته ما عادش يخرج حد شيء في البلاتفورم الى لونيون. كي جاء سي اسكندر وكلمنا حتى سي حسن مالوش اللي هو يشرف على الاداره الفنيه ويقول انا خاتيني وانا من الفيفا نجي ونمشي، يعني كلمناه قلنا له يلزمنا نعاودوا نحطوا البلاتفورم هذا باش كي يمشي علي الكعبي بالضبط، يمشي ناجح التومي، يمشي اسكندر، يمشي سليم بن عثمان، يبدا البلاتفورم تبدا فيها لي دوني كل هذا باش نخدموا عليهم ولي زونترونور وستاف المستقبل يخدم عليهم. خلينا نرجعوا للملاعبي، كنا حكينا عليه في الصيف برشا كلام باهي تقال عليه قصي معشه، في التحضيرات نتاع ترجي الفريق الاول كيف كيف المقابلات الوديه تحكي عليه برشا، ينجم يكون عنده بلاصه اليوم في الافكتيف نتاع ترجي في التشكيله نتاع ترجي، لكن المنافسه كبيره بوجود مكوانا ريانساس في بلاصته. اخزر كادا 2006 خذا فرصه، نعتقد مش سهل الترجي باش تلعب توت سويت، يلزم ساعه يقرب يتحاك معاهم يلعب الماتشات اميكو، يدخل البنك يدخل بشويه بشويه باش ما نخسروش، خاطر اسبيرونس راه مش سهله. برشا جوالات خسرناهم شهاب اللي كانوا موجودين كيما عبيد كيما الوهابي وهابي مجاهد لريرغوش توا يلعب في السليمان سري بون جوار، فهمتي ولا ساسي الاكسيال يعني مش سهله اسبيرونس الفول جيري ولا نعطيه فرصته ودبر راسه خليه راهو في برشلونه في الجمال عمره 16 17 سنه هذول. انا الفو اوزي وكاو ولا اكشفت انت عطيت الفو اوزي وعطيت عطيت زاد الفو دو جوي لهنا الكلام اللي قلناه لحنا مجبري ذولي تطور 18 عام بيانتو يعمل 18 عام هكا ولا بيانتو يعمل 18 عام شو يدخل نسميه حنا بعد لا لا مغشم اي من عام 2000 خصي. من عام 2007 2007 17 عام اي لا معناتها بيانتو قلت يعمل 18 عام الولايه هذايا الى بزوان خاطر مازال هو مش يكمل ليتاب نتاع الفورماسيون مش تكمل مش يدخل في البوست فورماسيون لكن في هذا من كل يدوا جوي فانا نيفو انا جو بريفير يلعب في النخبه يلعب في النخبه ويطلع
ويتدرب ويتدرب كلكو جور افيك ليكيب سينيور ميو كو يتدرب افيك ليكيب سينيور سون جوي باسكو الى 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 بزوان الولايات بور جوي باش ينجم يحسن من مستواه فور سافوار لو جيري. اما النقطه لهنا باش نقول لك خويا سلام وزملي ناس كل تسمع بها راهو 2007 سين سيليكسيون كبيره برشا فيها دي جوار دو كاليتي في الاسبيرونس في الكلوب في ليتوال في صفاقس خصوصي في ستاد تونيزيان دو جوار في سي ا بي دو جوار دو كاليتي في الكلوب افريكان دو جوار دو كاليتي كبيره مهمشين 2007 عندهم عام وبعد رقدوا مش قاعدين يخدموا كان يدرب فيهم الزميل طارق المسعودي وبعديك يعني فايل مكتوب مع الفيدراسيون قاعد مهمش الليكيب هذيا الليكيب هذيا مهمشة توا عندها أكثر من 7-8 شهر مهمشة سي إسلام ونتمنى إن شاء الله مدير فني جديد يسميه مدرب ستاف تكنيك باش ترجع خاطر راهم من قصي فرضة كبيرة على كل المستويات حبيت نوصل بصراحة قلنا باش نتابعوا اجتماع الحكام اللي قاعد صاير بالطبيعة مربوط وحتى بعودة البطولة في نهاية الأسبوع باش تكون موجودة وإلا لا باش نعطيكم الاجتماع شكون فيه اليوم الحكام في نعيم حسني لوصاف القنواتي هدى عفين مهدي بسرور فرج عبد اللاوي سامي البلطي وسيم عمارة يسري بوعلي كيف كيف مع من جانب الوزارة موجود وليد الهذلي لحظة مختار لحظة وليد وليد الهذلي موجود معنا بالتليفون مش موجود معنا في الاجتماع من الوزارة موجود السيد الوزير كيف كيف معاه الحاضرين في الاجتماع رئيس الديوان شكري بن حسن المدير العام للمصالح المشتركة عبد المنعم الشعافي مدير الشؤون المالية حسين الذوادي مدير عام الرياضة هيثم الرباعي المستشارين سفيان يحيى مستشار الوزير موجود وموجود معنا كيف كيف بالتليفون وليد الهذلي باش ناخذ معاه اخر التطورات في الاجتماع هذا. وليد فما بطوله في الويكاند ولا سؤال مباشر اهم سؤال يسمع فيه الجماهير باخير خويا سلام وباخير الناس كله كيف الضيوف نتاعك ان شاء الله قلت ربي ان شاء الله نسبه مئويه كبيره قلت ربي بترجع البطوله ان شاء الله احنا مدين يدينا للصلح ومدام سيد الوزير عيط لنا ورحب بينا في الاجتماع كتشوف تعرف اهميه التحكيم في تونس اكثر من ساعتين ونص الاجتماع معناها مازال قائم طوى يعني به فما بواجر معناتها حل الازمه اللي صايره وليد معناها فما خريطه طريق باش تاخذوا فيها الفلوس نتاعكم ان شاء الله نحن قلت ربي معناها باش عندنا معناها معناها متطلبات نتاعنا باش نطرحوهم على السيد الوزير وقلت ربي السيد الوزير عندنا ثقه فيه وثقه في سلطه الاشراف باش يشوفونا حل ان شاء الله والاجتماع معناها ما حضروا فيه كل الحكام يعني ما فما حتى حد ممثل من الجامعة ولا من الإدارة الوطنية للتحكيم معناها اي علاش الغياب هذاك سيد الوزير حب يسمع الحكام معناها والمشاغل الحكام بلاش ضغوطات معناها وهو كذلك وهو كذلك شنو هي اهم النقاط اللي حكيتوا فيها والله اهم النقاط هو معناها عدم معناها اول حاجه هي اللي طلبناها من سيد الوزير معناها عدم معاقبه يوسف بعلي والحكام اللي يتكلموا في الاذاعات ثاني حاجه معناها الحكام مستحقات الحكام من كاس تونس 2015 وحكام النخبه عندهم مع اكثر من عامين ما همش خالفين حكام الشبان توفير الملاعب باش تدربوا عليهم على كافه الرابطات معناها هذو اكثر الحاجات اللي بنطرحوها مع سيد الوزير يعني باهي ممتاز جدا مازال مطول الاجتماع من هنا لوقتاش والله لحد الان مازال مطول انا قلت اكثر من ساعتين ونص والاجتماع مازال جاري معناها باش تعرف اهميه الاجتماع معناها واضح يعطيك الصحه شكرا لك وليد شكرا خويا خرجت من الاجتماع تقريبا مديتنا بكل هذه التفاصيل يعطيك الصحه خلينا ناخذ تعليق من عندك محتوى دبوس اغزل الاجتماع من 10 حتى نص ونص ما تعرف الاجتماع ذا توير راهو في محل فهمتني اذا كان فماش حره ومن ربع ساعه الاولى حسب رايي باش يكون فما موجود الحكام باش يقاطعوا باش يرجعوا معناها باش يقاطعوا الاضراب وباش يكونوا موجودين اخر الجمعه ما نتصورش كان الوزير لكن هنا راهو مسؤوليه الوزير من بعد في كونه يضمن حق الحكام المصداقيه نتاعو زاده على المستوى شفت معناها المسؤولين على الدرجه في الوزاره
وليد الحاجة اللي يمكن متعرفهاش اللي هو ابن وزارة الشباب معناه يخدم غاديك على جديد ما يعاود سيد الوزير سيد الوزير فهمتني هو يخدم في وزارة الشباب والرياضة معناه هو لازم يكون وسط بين الزوج هو يعمل في وسط الحقيقة الأولاد داوكم ممثلين ما شاء الله بنات أولاد ديزانترناسيونو فما أربعة ولا خمسة يصيبوا لي جيم المطار ديريكت كان مبارح كاترية مع محرز المالكي مزفره هو الماتش لا محرز المالكي خرج خبر غلط يا بولي اي حتى محرز المالكي هب التدوينة ما عرفوش علاش خرج فرجنا فيه الماتش مبارح محرز ظفر السودان وغانا ماتش اكسيلون محرز الحقيقة ماتش تعد باهي المحرز كالعادة محرز في المواعيد هذا يكون حاضر يسري هبط وحده اللي هبط الخاطر نقاو كان تذكره وحده وعنده التزامات عائليه هبط يسري واصر لكونه يتواجد مع الاولاد في الـ في الـ في الواحد يسري موجوع شويه من الكلام اللي قاعد يتقرا عليه في بعض البلاتوات اللي الحقيقه ربي عطاهم وكرمهم بميكرو باش يشكموا ويعملوا للعباد وكنت سوابقك وتوا هاك وليت ماتش مناضل ومناضل ودرا شنو هذوما العباد راهو الحقيقه نتمنى في اي بلاتو يبدا فم الراي المخالف كمال بجاه ربي انت عضو من البلاتو هذاك بربي يا كمال راهم لي زاربيتر وانت قراب ليهم ونعرف اللي انت قراب ليهم يبدو لي ما عادش يبدو لي فما تطورات ما عادش قراب لشكون لا قريب لشكون تعرف لي زاربيتر تعرف شنو ما عندكش علاقه يا اخي مختار دبوس ومندراك اذا عرفت مختار كي بو لو بلوس بو لو موا راهو يتوجع الاربيتر يرقد ويسمع في حديث وما عندوش حق الرد ويتعصفوا عليه يا خويا انت تتذكر عمنا والماجد دفعت عليه وقت لي اغزلي ربي كلمك بميكرو باش تذم العباد راهو العباد هذو ما عندهم عائلات علاش اخي مش نحكي علي انا لا مش نحكي عليك نحكي بصفه عام انا موجوده هنا اخويا باش نقول يسري بولي برافو اللي تعمل فيه ربي يهنيك وباش يعرس وباش يغادر القائمه الدوليه دخلت له حتى في اموره الشخصيه باش يعمل مع مرته ماني حاجه عيب انا بالنسبه لي انا يسري بولي بتاريخه بحاضره بمستقبله طرف كما انا موجود انا راهو تمنيت روحي نكون في الاجتماع هذاك علاش انا طرف انسان الجامعة الزملين تو عن ثلاثة سنين ماكش خالص فيه معاهم في الاضراب انا ماذا بيا من زفر الزيادة جبك جاي ما لا نورمال مون تضرب يا ليش قلت لك الزملين اسمك اسمي موجود في اكيد شوف في المطلق راهو شتم الناس وثلب الناس راهو مرفوض وتعرف هذا موقفي معناتها وانا شخصيا كمسير سابق عندي اربع على خمسة شكايات شكيت بعباد ومن بعد جاوا يعتذروا وندرى شنو لانه مش معقول ما انت ما تدخليش في حياتي الشخصيه ما تدخليش في عائلتي تقول مسؤول فاشل تقول حكم فاشل ما وافقش اوكي مدرب ما نجحش اما انك تدخل بيه وعليه وسفته ونعته هذا معناتها ما عنده حتى علاقه بالنقد ما عنده حتى علاقه بالتقييم هذا يدل على انحطاط اخلاقي دونك الناس اللي قاعده تمارس في الشيء هذا معناتها هي تدخل تحت طائله التجريم تتحمل مسؤوليتها اذا اي شخص شكى لو وعلى علمي اللي كون يسري بولي باش يشكي باش يشكي حق علاش قلت لك انا خويا اخر الليل مع نص الليل ونص الليل غير بوع تحط قدامك تبدا تقشطل وتعمل وكذا عيب عنده عائله عنده وين هذا وين نحكي في برنامج باهي شحال نكمل لك حاجه لا مش معقول يا اسلام مش معقول مش معقول وصلت الفكره واضح يحكي شنو ما عرفتش وين ما يحكي على برنامج سبورت تونس في ملعب النجوم في تونس حبيت تقول حاجه انا حبيت تقول حاجه معناتها سكو جو روتيا من هنا الحل وقلته في البلاتو بحذاك لنا في الكرسي هذا قلت في الظرف اللي تعيشه كرة قدم التونسية توا في الوقت الحاضر لابد من تدخل الدولة بدون وجود السلطة إرادة وتعطي والظهر اللي فما الرياضة عندها حساب إرادة سياسية بالضبط لفولونتي هذه هي الإرادة السياسية لابد تكون موجودة في الفراغ اللي موجودين فيه تو المشاكل اللي نعيشوا فيها تو بدون تدخل الدولة مزير شيء اثنين بعد الاجتماع هذا مع الحكام أنا نتوقع باش يكون فما اجتماع مع أعضاء الجامعة علاش على خطر تو هو المينيستير لعبت كل الوسيط من هنا هنا ننتظر كذلك اجتماع مع أعضاء
اتحاد تونسي كرة قدم ولا وجماعة الدينا. ليش يظهر لي فما كوم كوا رابيل لورد حاجة؟ خليني نقول لك حاجة. شفت الدولة قديش يرزينا؟ أي الدولة عملت حاجة توا بردت الحكام بما فيهم أن بالضبط رزينا دولة. تسمع في وليد قال لك معنا نلما ما دام حكوا معنا وعبروا لنا ما مش نعرف. فما حاجة عملتها الدولة بردت الحكام نتاع الجمهورية الكل اللي هي لا مش تنسيون اللي هي رفضت باش تقابل الوزارة الممثل من الاتحاد والإدارة اللي الحكام ضدهم الزوز توا حاليا. قلت مشكلتنا جاية من عندهم هم. شفت الحكاية هذه عملتها هي دولة كبرت بيهم وإدارة التحكيم كبرت المشكلة. كي الحكام يقول لك أنا مقاطع وأنت تعمل تعيين لهنا تكبر المشكل زاد كأنك نفختهم معناها طفيتهم. تو حاليا تو حسب التوجه نتاع الوزاره انا ماشي في كونه الحكام باش يرجعوا يزفروا ناسيونال ا مش في صالح تونس باش ماناش باش نعديو الجورني هذه اللي موجوده فما شويه شوك. الحكام هاكم عملتوا يحسب ليكم برافو كنتوا يد واحده. بالنسبه لي انا شفت التخلويذ هذا اللي يصير وقت اللي انا بديت وحكيت على نجي جويني وقلت راهو باش يفشل ما فهمش فلوس باش يفشل باش ما نظلمش الراجل. لا ما فشلش نفس الكلام باش فلوس ما فشلش. لا الكرة فلوس خليني نكمل الكرة فلوس. أعطيني استقلاليتي المادية والمعنوية خل نخدم مع حكامي لا دخل ليك لا يتكلم لي استدعاء لي تقول لي شبيه الاربيتر هذاك مختار لهنا كان قاعد بلال فضيلي وقال وجهة نظر محترمة جدا. أنت كنت معنا ما يجبش يكون عنده استقلالية زادة تنقيع قوانين بالضبط هذا هو معناه. أحكي لك أنا في المستقبل نقح قوانين تعمل اللي تحب عليه وعمل استقلالية. شفت خلي يخرج مدير إدارة وطنية للتحكيم رو مدير تعرف معناه أعلى حاجة في التحكيم بالضبط تخرج الحقيقة خروج ما كانش في محله للسيد مراد بالله مختار خلنا نسأل مراد الدامي كمل لك سأل بسرعة خاطر عاش عندنا وقت أربع خمسة بلاتوات خرجت فيها وقال أحسن ما أنا نقول بصراحة في تونس لحد الرياضي هو باش تخرج في لحد الرياضي لعبت كل باش تسمعك انا نقول بصراحه ما عادش جاي اليوم اخر نهار مختار خلصنا انا سبب خروجي من لحد الرياضي باش لحد الرياضي مشيت وقعدت مع المدير اللي مقابلك اللي هو يوسف السرايري اقنعته بعثكم وحكيته ومن بعد راي العام اقتنع بيوسف ولا بك انت هذيك حاجه اخرى تعاود تخرج في من غدوه وتقعد مع عبد تقول له انت كلونديستان ووافقت تقعد معك هو كلونديستان ما تقولش ما تعرف شرسات توا يدي اشكال للسيد وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بتونس من اجل اتهام امين بركلة بالكذاب بالتجيش وشكايه على مختلف. اساس الفصل 24 مرسوم عدد 54 وانت محامي شكون؟ انا لا ناتر حبيت تقول كلمه شي شباب بسرعه بالله كملنا الاولاد لا بسرعه لا مع اللي باش نقولوا يستحق 10 دقائق باهي هذيك الصح. شكرا لك شكرا لك سي كمال شكرا شي شباب شرفتنا بحضورك هذا مختار دبوس يعطيك الصحه بسرعه بالله مع وكملنا خاطر ان شاء الله موضوع التحكيم انتهى في الميكرو ان شاء الله موضوع التحكيم انتهى ان شاء الله يشوفوا الفن المدربين نتاع الصناف الشبان يفضوا لهم مشكلتهم الناس بالتسعه وبالعشره شهور ما خذوش خذهم وماذا بينا تكون قبل تصفيات كاس افريقيا باش كل على الاقل يبدا مورا لهم باهي هذه احتراما للحكام يعطيك الصحه شكرا لك الكل في الاخراج اجمل تحيات اسلام المنطقه.